بعض المخالفات، يعني سائق المركبة يشوف السائق اللي قبله مخالف وهو أيضا يخالف، وإحنا دائما ما ننبه على هذا الموضوع. تفضل هنا، هناك اطبق الشرولة، اطبقوه، نزل الجامع. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ نزل لي الجامع. شنو مخالفتك المرورية؟ مخالفتي؟ اي العلم مني انا زايد؟ اي غلق المسار الايمن من الشارع. مفتوح مفتوح. لا ما مفتوح، احنا غير موجودين وياك. مفتوح المسار. سيدي بلا زحمة. احنا طبعا سائقين المركبات من يخالفون دائما ما ننبههم، وغايتنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية. الاخ هنا كان متوقف غالق المسار الايمن من الشارع، هو يقول انا ما غالق. لا 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 لا، انت مخالف، انت ما ماخذ مسارك الصحيح. هسه لا تخلينا، انطيني مستمسكاتك هسه، اعطيني هسه، هسه انت مخالف. لان غلط المسار الايمن من الشارع هو احدى المخالفات. مخالفات واسيط اجازه مشايخ. عبالي يعني. ايه فانت السيارة باسمك؟ ماشي اخ عزيز. اخوي العزيز. سيدي شنو مخالفته راح تغرمها عليه؟ هي اخذ عدم اخذ المسار الصحيح. نعم، وغلق المسار الايمن من الشارع. ممكن اثناء تواجدك الميداني تتكلم لنا عن موضوع غلق المسار الايمن من الشارع، وبمشكله جدا كبيره لاخوانهم سائقين المركبات اللي يرومون التوجه الى مكان اخر. نعم. لكن الشخص، اغلب الاشخاص يفكرون بمصلحتهم الشخصيه فقط. بالضبط، يقول انه مبرر إلى ويبرر انه انا مستعجل واني متاخر عن الدوام، وهو يعني من هالمبررات الموجوده. نعم. صحيح الزخم المروري موجود، لكن احنا دائما ما يمنع انه يلتزم ضمن القانون. نعم. وما يعرض نفسه للمسائل القانونيه. نعم، اتخذ الاجراء القانوني بحقه.